السلام عليكم. الرئيس هادي ونائبه وتمثيل سياسي رفيع المستوى يصل مأرب في زيارة قصيرة. الزيارة فيما يبدو تعبر عن موقف سياسي واضح يتعلق بمشاورات الكويت، تحديدا مع اقتراب نهاية المدة الزمنية وموعد استئناف المشاورات بعد تعليقها. لن نعود إلى مشاورات الكويت إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة عبر مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ. هذه كانت كلمات الرئيس القوية، الذي أشار أيضا إلى أن مسألة تشكيل حكومة ائتلاف مع جماعة الحوثي أمر غير مقبول، بذات القدر الذي حظيت زيارة فيه باهتمام واسع وضعت عديدا من علامات الاستفهام، من أهمها: هل تشكل الزيارة بداية لإعلان خيار عسكري نحو استعادة الدولة والعاصمة على اعتبار أن مأرب هي مركز العمليات العسكرية، أم أن الزيارة بمثابة إعلان موقف سياسي من مشاورات الكويت قبيل استئناف الجولة من جديد، وخصوصا فيما يتعلق بالرؤية الأممية التي يحملها ولد الشيخ في حقيبته وتحدث عنها في إحاطته لمجلس الأمن؟ إذ عد كثير من المحللين السياسيين والمراقبين هذه الزيارة مهمة على مستوى الرمزية المتعلقة بالحضور السياسي والعسكري للدولة، وذهب بعضهم إلى أنها إعلان موقف من مسافة قريبة من صنعاء، ما يمثل إشارة إلى خيارات أخرى لاستعادة الدولة بخلاف ذلك المتعلق بالحل السياسي، على الأقل ما يتعلق بمشاورات الكويت. حول هذه الزيارة وحول مأرب الحاضنة لقيادة أركان الجيش اليمني بثقلها العسكري، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. على مسافة ساعات قليلة من صنعاء، وقف الرئيس هادي في مدينة مأرب مقتربا من عاصمة اليمنيين أكثر من أي وقت مضى. وأيضا يقف هادي على مسافة 5 أيام من المهلة الزمنية لاستئناف مشاورات الكويت، وبين المسافتين تبرز الأحداث وتكثر التأويلات. يا شعبنا الصامد الصابر في صنعاء، قريبا سنكون بين صفوفكم، وستطهر عاصمتنا من هذه الفئة الخبيثة الظالمة. لعل ما حدث اليوم يدور حول ما إذا كان يدعم خيار الحسم العسكري الذي يذهب إليه بعض المتابعين، ويشير إليه الدعم اللوجستي الذي عززت به قوات التحالف العربي تواجدها في مأرب ظهيرة زيارة الرئيس للمحافظة، أم أن الزيارة على أهميتها في طريق استعادة الدولة المخطوفة لن تتجاوز التحركات البروتوكولية للتأكيد على حضور الدولة برمزيتها المتمثلة بهرم القيادة الشرعية وورقة ضغط للدفع بمسار العملية السياسية المتعثرة ودعم وإسناد الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات. بين هذا وذاك تشخص أبصار اليمنيين لما بعد هذه الخطوة التي من شأنها الحيلولة دون انهيار ما تبقى من قوتهم ووقتهم واستعادة الدولة المخطوفة، إلا أنه ومن المؤكد أن الشرعية فقدت ثقتها بالمبعوث الأممي وباتت تنظر لما هو أبعد من الحلول السياسية. أن تشكل حكومة ائتلافية بيننا وبين الحوثيين، كنا سنصدر بها أن لن نذهب الكويت. إذا صدر هذا البيان لن نذهب الكويت ولا نحن. يخطو الرئيس هادي خطوة لتحريك المياه الراكدة التي أصابت العملية العسكرية والتحركات السياسية، فهل سيعززها بأخرى في اتجاه إنجاز معركة استعادة عاصمة الدولة والوفاء بوعده لليمنيين برفع علم الجمهورية اليمنية فوق جبال مران بمحافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي؟ الجواب سيكون قريبا، ولن يتجاوز الساعات القليلة المقبلة لمعرفة أغراض الزيارة وأهدافها. إذن أرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور. أهلا بك دكتور. هذه الزيارة في أي سياق يجب أن يتم وضعها وقراءتها في هذا الوقت؟ كما تعلم يعني الزيارة تأتي قبيل موعد لقاء مندوب الأمم المتحدة بالرئيس والحكومة كما هو متفق، وأيضا قبيل موعد استئناف المشاورات كما تم الاتفاق في 15 من الشهر، وبالتالي هو إعلان موقف مسبق، وهذا على الجانب يعني إعلان أن الحكومة لن تعود للمشاورات إذا ما تم هذا القطع مع العودة والاستئناف، أن لن نعود إلى المشاورات إذا ما كان الحديث أو المشاورات ستتأسس على خارطة الطريق التي وضعها مندوب الأمم المتحدة. هذا الجانب الأول.
الجانب الآخر أعتقد أنها في غاية الأهمية من حيث تعبية الجماهير ومن حيث إعابة اللحمة للقطاع المجتمعي الذي مع السلطة، وكذلك للمقاومة والجيش الذي خلال فترة المشاورات لمدة شهرين وأكثر هناك سيحدث نوع من انعدام ثقة بالسلطة السياسية وانعدام ثقة بالمستقبل إذا لم نعيد إدخال حركية على المشهد وإعادة اللحمة ورفع مستوى المعنويات لدى المقاومة والجيش وكذلك لدى القطاع الأوسع من الشعب اليمني الذي المتمترس بقوة مع الجمهورية وليس مع المشروع الملكي الإمامي السلالي. بالتالي أعتقد الزيارة لها أكثر من دلالة، قلنا أنها تأتي قبيل هذا الموعد وبالتالي تقطع مع خارطة الطريق التي وضعها والد الشيخ. هناك كانت إشارات من خبر رئيس الحكومة في خطابه الذي تحدث عن خيارين، أما خيار المشاورات الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث لتحقيق سلام دائم، أو الخيار الآخر هو تحقيق السلم ولو كان بالقوة وحسب وصفه. وهناك أيضا خطاب وزير الخارجية رئيس الوفد المشاورات الذي صرح، هذه جاءت بالتزامن مع قبيل زيارة الرئيس، هي أن نحن نلتقط إشارات واضحة بأن القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء على استعداد وعلى أهبة الاستعداد لضمن الشرعية، وبالتالي هناك ينبغي أن نأخذ هذه الإشارات. إضافة أنها أيضا تأتي في يوم استعادة مدينة عدن، وبالتالي نحن في هذه المناسبة أيضا لها أهمية قصوى من حيث أنها تأتي لتذكرنا أن عدن تلك التي كان قد يعني دخلها الإنقلابيون واستولوا على مؤسساتها قد تم استعادتها بالسلطة وعبث السلطة لعدن، ونحن بهذه المناسبة نحتفل على تخوم صنعاء استعدادا لاستعادتها، وهذا عنصر مهم من حيث الدلالة. العنصر الآخر هو حضور رئيس الجمهورية مع نائب رئيس الجمهورية، وهذا في غاية الأهمية مع هذا الرجل الذي يحمل له الإنقلابيون كثير من الغيظ وكثير من بالمعنى الدارج الكره والاحتقان، وكذلك لرصيده الوطني في الجيش الذي يعني قد خاض 6 حروب ضد هذه الميليشيات المتمردة على الدولة في ذلك الوقت، وبالتالي ويحمل مشروعا واضحا أنه لا يمكن نائب الرئيس أن يقبل بالتناصف أو الحوار مع الإنقلابيين، بل ويرفض المشروع السلالي بمرجعيته الإمامية، وبالتالي هذه الزيارة بين الرئيس ونائبه أعطت نوع من تلاحم السلطة وتكاملها من حيث وجود الرئيس ونائبه، وأيضا كعسكريين كما تعلم وإن كان مرتديان اللبس المدني إلا أنه يحمل من حيث الدلالة اللبس المدني للمجتمع الغربي من للتسويق الخارجي بأنهما ليس عسكريان وأن خيار السلام ما زال قائم، إلا على المستوى الضمني هما عسكريان، الرئيس ونائب الرئيس ينتمين للقطاع العسكري، وبالتالي لهذا الحضور أثر ودلالة ذات أهمية قصوى. العنصر الآخر في هذا الخطاب أشار إلى عنصرين رئيسيين، تحدث عن المشروع الفارسي في هذا الخطاب الصفوي بشكل دقيق وواضح، وهذا يعني أن المعركة ليست معركة اليمن بل معركة دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بحكم أن هذا المشروع لا يشكل خطرا على اليمن فقط بل على المشروع المنطقة العربية، وبالتالي سيعطي الإشارة لدول التحالف، وهو مقدمة لتمهد في حال ما كان التوجه واضحا نحو الخيار العسكري، فإنه سيدعو دول التحالف مثل المملكة العربية السعودية إلى استكمال أو العودة إلى العمليات العسكرية لاستعادة صنعاء. هذا عنصر رئيس. أضيف عنصر آخر ذات أهمية قصوى أشار إليه يتمثل بحكومة التوافق، وأقولها منذ البداية وليكن حوارنا مبني أو على هذه النقاط ذات الدلالة، يتمثل بأن الخارطة الطريق ينبغي أن يدرك الشعب اليمني والجماهير اليمنية أن المشروع الذي وضعه والد الشيخ يقطع تماما مع القرار 2016، يقطع تماما مع كل مواثيق الأمم المتحدة، يقطع تماما مع تحقيق السلم الدائم والعادل، الائتلاف مع الإنقلابي، يعني الخارطة. العنصر الآخر تقاسم
السلطة كما هو مشروع الحوثي هو مشروع الملكيين والجمهوريين في السبعينات وهو الحل السعودي، وهذا أشرنا إليه في أكثر من حلقة، ولكن لابد من الإعادة ليفهم الشعب اليمني أن الملكيين عندما عادوا في السبعينات الشعب اليمني والسلطة والظروف أعطت لهم فرصة الاندماج في الحقل السياسي اليمني، وبالتالي لكنهم أضمروا مشروعهم وأخفوا لخمس عقود، ثم عادوا بعد خمس عقود ونيف لاستعادة المشروع الملكي، يقولها الملكي سيكون هناك مشروعهم الجمهورية الإسلامية اليمنية أو المملكة الإسلامية اليمنية المملكة الحوثية، هذا على هذه الشكل الإيرانية، وقد تكون الجمهورية اليمنية الإسلامية ومن الداخل هي ولاية الفقيه. بالتالي الرئيس أتمنى العنصر الأخير لو سمحت دكتور الدلالة، نتمنى ألا تكون هذه الزيارة إلى مأرب تأتي في إطار التسويق الإعلامي وتأتي في إطار يعني فعل منفرد، وأتمنى أن تكون السلطة قد وضعت استراتيجية الخيار العسكري لاستعادة الدولة بناء على عنصرين اثنين. العنصر الأول يتمثل بإدراكها وخبرتها ودربتها بالتعامل مع الحوثيين ودربة الشعب اليمني الذي تعامل مع هؤلاء والآخر منذ الحروب الستة. العنصر الآخر يتمثل في أن نحن ندرك تماما أن الحوثيون لم يسلموا السلاح ولن ينسحبوا من المدن، وأنهم قد كشفوهم. العنصر الآخر يتمثل بأن أنهم قد بذلوا بيّنوا للمجتمع الإقليمي والمحلي والدولي أن هؤلاء لا يحملون مشروع سلام، وأن كشفوا أنه خلال شهرين من المشاورات حتى ما يسمى إجراءات بناء الثقة لم تتم، لم يعطونا رسالة واحدة تثبت أنهم ذاهبون للسلام. طيب دكتور، دعنا نشك في حديثنا الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الحسني. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور عليك وعلى مشاهديك الكرام وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك ياسر. إذا ما تحدثنا أكثر حول أن هذه الزيارة الرئيسية حملت معها كلمة كانت لربما عبارة عن موقف واضح فيما يتعلق من مشاورات الكويت، هل هذا الموقف جاء استباقا لما رأته الحكومة والشرعية بشكل عام، لما رأته عفوا الرئاسة والشرعية بشكل عام من أنه سيتم في غضون الأيام المقبلة؟ بالتأكيد زيارة فخامة رئيس الجمهورية ونائبه وعدد من الوزراء إلى محافظة مأرب اليوم تحمل رسالة كبيرة للداخل والخارج. للداخل بأن الحكومة الشرعية لا زالت عند عهدها باستعادة مؤسسات الدولة وفرض السلام بالقوة فيما إذا فشلت مشاورات الكويت في فرض عملية سلام بشكل سلمي، وأيضا رسالة المجتمع الدولي بأن الحكومة لن تقبل مطلقا بشرعنة الانقلاب أو نصف الحلول التي أنصاف الحلول التي يضعها المبعوث الأممي. وكانت كلمة رئيس الجمهورية واضحة، لن نقبل بأنصاف الحلول، لابد من تنفيذ القرار الأممي 2216 الذي ينص على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب بشكل كامل. الحكومة تعلن للعالم وللشعب اليمني بأنها مستعدة لكافة الخيارات في استعادة دولتهم و يعني إنهاء الانقلاب الذي دمر البلاد والعباد. اليوم الجيش الوطني، المؤسسات، السلطات المحلية، كل السلطات المحلية في مأرب تعكس للعالم أن الحكومة الشرعية متواجدة في كل أراضي الجمهورية اليمنية أو في الأراضي المحررة وعلى استعداد تام لتنفيذ القرار الأممي وكذلك استكمال تحرير الأراضي الجمهورية اليمنية. طيب، كان حديث الرئيس هادي حول أن هناك يعني توقعات لإصدار لبيان حول أنه لن تعود الرئاسة والحكومة لهذه المشاورات في حال تم فرض رؤية المبعوث الأممي، هل هناك توجه لفرض هذه الرؤية؟ ما الذي يريده ولد الشيخ وما الذي يقوله للحكومة الشرعية والرئاسة؟ الوفد الحكومي بعد إعلان المبعوث الأممي عن قبول الأطراف الأطراف المشاورات الكويت عن قبول الرؤية التي قدمها ومن ضمنها تشكيل حكومة وحدة وطنية، أصدر الوفد الحكومي بيان في اليوم التالي يعلن أنه لم يتفق مع الوفد الانقلابي على أي نقطة من التي أعلنها المبعوث الأممي. وكذلك اليوم أكد رئيس الجمهورية على هذه النقطة بأن الوفد الحكومي لن يذهب إلى الكويت فيما إذا أصر المبعوث الأممي على تسويق هذه المقترحات أو هذه الأفكار ليست قابلة للتنفيذ فيما إذا يعني لا زالت يعني تغرد خارج إطار مرجعية مشاورات الكويت الثلاث والتي يعرفها الجميع ويعرف الشعب اليمني، وهي مخرجات الحوار الوطني والآلي والمبادرة الخليجية والآليات التنفيذية والقرار الأممي 2216. لن يقبل الوفد الحكومي ولا الشرعية بأن يشرع على الانقلاب وأن يعود الحوثيين إلى السلطة بشرعنة أو إفراغ القرار الأممي 2216. فالجميع اليوم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية يرفضون أي شرعنة للانقلاب عن طريق الأمم المتحدة التي تريد أن تضع يعني حلا للسلام
على أنقاض الشرعية أو يشرع الانقلاب، هذا أمر مرفوض يرفضه الجميع وعلى رأسهم الرئيس عبد الرب منصور هادي. طيب هل أفهم من كلامك وكذلك من خلال التصريحات التي قام بها يعني سواء رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو حتى مؤخرا الرئيس هادي اليوم على أن الثقة ما بين الحكومة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ قد فقدت تماما، خاصة أن مواقف الدبلوماسية اليمنية لم تكن بهذه الحدة كما كانت الآن؟ الثقة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية كما قال وزير الخارجية قبل يومين في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط يعني أصبحت مهزوزة مع المبعوث الأممي نتيجة المواقف التي يعلنها والمقترحات التي تغرد خارج السرب وتغرد خارج المرجعيات وخارج إطار القرار الأممي. هناك قرار أممي واضح، المبعوث الأممي والجميع أتى إلى الكويت لبحث آلية لتنفيذ هذا القرار، والمبعوث الأممي يغرد خارج هذه المرجعيات. بالتأكيد لن يقبل أحد بهذه المقترحات التي تريد أن تفرغ القرار الأممي من مضمونه. لابد من حل عادل وشامل لليمن. ما هو سبب الفوضى التي حصلت في اليمن؟ حصل انقلاب، لابد من إنهاء الانقلاب ثم استعادة المسار السياسي الذي انقلب عليه الحوثيين في العام 2014. طيب يعني بوسط الحديث كثيرا خلال يعني أو بداخل الوسط السياسي اليمني عن نوع من المرونة الزائدة من قبل الدبلوماسية اليمنية والرئاسة فيما يتعلق بالمشاورات، هل يمكن الحديث الآن عن مواقف أكثر جدية أكثر تصلبا أو تعلقا بما يطلبه الشعب فعليا على الأرض؟ اليوم الرئيس وقبله رئيس الوفد الحكومي يقف في صف الشعب اليمني، يقف في صف المقاومة الشعبية وتضحيات أبناء الشعب اليمني في سبيل استعادة الدولة، لا تهاون ولا تراجع ولا تنازل في قضية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. اليوم الرئيس يقف ويقدر كل التضحيات من مأرب إلى عدن إلى كل المحاولات التي ثارت وانتفضت على الانقلاب الحوثي. اليوم الشرعية تقف مع شعبها وتؤكد بأنها لن تقبل بأي حلول ترقيعية تريد إعادة إنتاج الانقلاب بغطاء شرعي. موقف الرئيس واضح، موقف الوفد الحكومي واضح، على المبعوث الأممي أن يبحث عن آلية مناسبة لتنفيذ القرار الأممي الذي كما قلت ينص على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. لا يمكن صنع سلام حقيقي يعني بهذه الطريقة. السلام الحقيقي يريد أولا أن يقضي على أسباب الفوضى التي حصلت في اليمن نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي ونهبها مؤسسات الدولة وأسلحة الدولة، ولا بد عليها أن تنهي الانقلاب أولا ثم الحديث عن تسوية سياسية وتوسيع الحكومة الحالية. لا نريد أن تشكل حكومة فالحكومة موجودة. إذا كان الحوثيين يريدوا أن يشاركوا في الحكومة فعليهم إنهاء الانقلاب وتسليم الأسلحة ثم والانسحاب للمدن ثم الحديث عن توسيع الحكومة الحالية. إذن الصحفي بمكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الحسني كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الباقي، يعني في السياسة هناك تكتيكات ما قبل دخول المفاوضات، هل هذه إحدى هذه التكتيكات من قبل الرئاسة والحكومة أم أن هناك فعلا توجه للذهاب إلى حلول أخرى بخلاف الحل السياسي في هذه المشاورات؟ أعتقد أن إذا كانت لم يقم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة ولم يصرح رئيس الحكومة بذلك الخطاب والبيان وكذلك وزير الخارجية لكان انتصرت جبهة الانقلابيين ولكانت تخلخلت الكتلة الجماهيرية الصامدة والمتموضعة خلف الشرعية، ولكانت أيضا انهارت مقاومة، لأنه كما تعلم في الحروب هناك الجانب ما يسمى النفسي للمقاومين والجيش، عندما هناك مقاومة وجيش على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام عندما توقف هذه المهام وتفتح مشاورات مفتوحة. كان هدف الغرب من هذه المشاورات المفتوحة والتي حاول ولد الشيخ وأقولها بصراحة أن يفصل لأول مرة بين المشاورات وما يحدث في الميدان من الأمور العسكرية، وهذا تحييد وبهذا هو كان يريد أن يحقق أي انتصار، وهذا الفصل لا معنى للسلام عندما يفصل بين العمليات العسكرية والمشاورات، وبالتالي وضع خارطة الطريق وتحرك للأمام ثم وضع لجان، كل هذا وهم. أما ما هو الهدف من هذا التطويل؟ الهدف هو إيقاف العملية العسكرية، تثبيت الجماعات وفقا لقوتها في الجغرافيا، وبالتالي الحوثيين المخلوع صالح قوة موجودة في الميدان بقوتها على الميدان يتم تمثيلها في المشاورة السياسية، وبالتالي نحن ذاهبون إلى سلام هش وضعيف. وكانت السلطة السياسية لاعب، كنت أنا قد تحدثت أنه نحن بحاجة إلى أن نعمل
ما يسمى بحراك داخل الحقل السياسي والتفاوضي، وإلا لفقدت السلطة أهميتها. وهذا ما تم الشارع اليمني يتحدث عن ملل، وبدأنا نشعر بفقدان ثقة، كلنا فقدنا الثقة بالسلطة السياسية من أنها ما هو الفعل الذي يتوجب عليه القيام. الآن مشاورات شهرين وأنت لم تعطيني مبرر لاستمرارك، لم تبين لي ما الذي حققت، وأنت مواقف المعارك، وهناك انتهاكات وتدهور حالة الشرعية، وهناك قصور، وهناك حكومة مشتتة. طيب كل هذا الفعل الآن، أنا كما قلت وأكرر، هناك بخطاب الرئيس سأشير إلى بعض الدلالات، ولكن من المهم جدا أن تأتي هذه الزيارة كما قلت في موعد في تاريخ استعفاء عدن وفي المكان ربما. من المهم جدا القطع بشكل دبلوماسي ذكي، أنك تقطع لزيارة مندوب الأمم المتحدة، تقطع مع الحضور لمشاورات المشاورات يوم 15. بالتالي أنت الآن اتخذت موقف الذي أنا أتمناه وأرجو يعني أن يكون هو الصواب، أن الحكومة قد اتخذت بوضوح استراتيجية استعادة صنعاء، لأن أعتقد أن الحوثيون قد وصلوا إلى حالة من عدم القدرة على إدارة الشام العام أو إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وأصبح هناك ما يسمى حتى احتقان شعبي، نظرا لأنهم قاموا بتمييز السلاليين وتمييز قائم على السلالة من حيث المرتبات، من حيث الدعم، من حيث أيضا انغياب الأمن والعدل. ثم أن المشروع هذا خلال عام انكشف للناس أنه لا يحمل مستقبل، هذا يحمل فقط مقابر دمار، يحمل دمار، لم يأتي بديما بالخير كما وعدوا، تحدثوا عن جرعة وعن إسقاط حكومة. لذلك الرئيس الجمهورية في هذا الخطاب ستلاحظ أنه أشار بوضوح إلى المشروع السلالي بشكل واضح، وتحدث عن ثورة سبتمبر، وتحدث أيضا عن المشروع الصفوي، وتحدث هي هذه النقطة مرتبطة ربما بربط ما يحدث في اليمن بالإقليم كما يقول كثير. إذا كان هذا الخطاب يعني تماما يحمل توجه رئيس الجمهورية، فأنه بالفعل قد وضع الشعب اليمني ووضع الدولة أمام مسار واضح، أن هذا المشروع مشروع إمامي، مشروع لاستعادة الإمامة إلى اليمن. وبالتالي أصبح الآن الصراع ليس فقط بين الشرعية والإنقلابيين، بل بين الجمهوريين والملكيين، وبالتالي أصحاب المشروع الإمامي، أصحاب المشروع العائلي بشكليه السلالي لدى الهاشميين، ما يسمى الهاشميين وهم أنا لا أؤمن بهذا، ولدى المشروع العائلي بشكله المخلوع صالح. وبالتالي عندما تحدث الرئيس الآن يبدو لي أنه ركز خطابه حول المشروع الإيراني وحول المشروع، وبالتالي علينا أن نصطف لاستعابة الشرعية ولاستعابة الجمهورية. طيب. وبالتالي إذا كان أنا الذي أخشى وأكررها سأكررها ربما 20 مرة في هذه المقابلة، الذي أخشى أن لا تكون هذه الزيارة منفصلة عن استراتيجية، لأننا في الطريق الصح الآن. وبالتالي إذا ما عاد الرئيس وعاد إلى الغياب عن الحدث والمشهد، فإنه سيفقد الجماهير وسيفقد استعداد المقاومة والجيش لتنفيذ المهام الموكلة إليه. اثنين، أشار إلى مدينة تعز، وبالتالي عليه أن يتجه الآن شخصياً أو عبر قيادة عسكرية أخرى إلى مدينة تعز لبث الروح المعنوية ولاستعادة ولمد المقاومة هناك بشحنة وبدافع معنوي للاستمرار في المقاومة. وبالتالي معركة تعز ينبغي أن تتزامن مع معركة صنعاء، وأن تتزامن مع معركة صعداء ليشتت الإنقلابيين. وبالتالي أعتقد أن الذهاب إلى مأرب ينبغي أن يكتمل بزيارة عسكرية بقيادة عسكرية في تعز، لأنها هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب. وبالتالي على هذه المدينة التي تحمل مشروع الجمهورية أن تحرك الماء الراكد. لذلك أعتقد أننا أتمنى أن نكون سائرون باتجاه استعادة الدولة، فأن مزيد من المشاورات المفتوحة في ماراثون ليس له نهاية، يعني أن رئيس الجمهورية سيفقد النخبة السياسية والمدنية والذي حوله، ستفقد الجماهير الثقة في لحظة انعدام ثقة في المستقبل، ولحظة
انعدام ثقة بالإنقلابيين وبمشروعهم. وأفضل نقطة هو أن شريحة كبيرة من المجتمع اليمني لم تعد تثق بالإنقلابيين. الإنقلابيين لديهم مشروع فشل، المخلوع صالح لم يعد لديه مشروع، وبالتالي الناس ستذهب إلى المشروع السلالي نظرا لأنهم رؤية واضحة. المخلوع صالح ليس لديه رؤية واضحة، أصبح مشروعه ليس له أي ملامح، ليس له أي مبررات ومسوغات، أصبح مشروعا انتقاميا، مشروع لا يحمل جمهورية، لا يحمل أمل للمستقبل، يحمل انتقاما. وبالتالي الرئيس ركز هنا على على المشروع السلالي الإيراني، وبالتالي علينا الاصطفاف من أجل الشرعية ومن أجل الجمهورية. أنا أقولها بوضوح، لا تقل استعادة صنعاء، نحن الآن أما أن ندافع عن الجمهورية أو أن نسلم أنفسنا للمشروع الإيماني. ولربما كان للأمر رمزية بوجود هذه الزيارة لمأرب في هذا الوقت تحديدا. دعنا نتحدث عن هذه النقطة، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير مع السادة المشاهدين، بعده مشاهدينا نكمل الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور، يعني هناك الكثير من التساؤل حول لماذا جاء إعلان هذا الموقف من مأرب تحديدا، هل لأن لها دلالاتها العسكرية أكثر من ما لها ثقلها السياسي الموجود، أم لأي سبب كان؟ مأرب من الناحية الاستراتيجية كما تعلم كانت المدينة التي لديها ما يسمى بما نسميه دربة المقاومة، بمعنى أن هناك قبائل شرسة ومدربة على السلاح ومتماسكة ويمكن لها السيطرة، وبالتالي كانت معظمها مع الجمهورية، وبالتالي أنت كنت معك فضاء مجتمعي أو يسمى يعني فضاء مجتمعي جاهز ومهيئ لحمل مشروع الجمهورية، وبنفس الوقت هذه الجماعة أو هذه الفضاء المجتمعي فضاء يعني يمتلك السلاح والخربة والخبرة، وبالتالي سيقف معك وسيقاوم من أجل الجمهورية. وبالتالي تلاحظ الصمود الذي بذلوه أبناء هذه القبائل التي أثبتت وقوفها مع الجمهورية في بداية المعارك. ثم تأتي الأهمية أيضا، كان هناك خطورة ينبغي أن تكون، عندما كانت السلطة في الخارج كانت بحاجة إلى منطقة تستطيع أن تشكل فيها قاعدة عسكرية داخل التراب اليمني، وبالتالي كانت أفضل منطقة داخل التراب اليمني هي منطقة مأرب كقاعدة عسكرية يمكن من خلالها التحرك في كامل الجغرافيا، لأن هناك الحقول النفطية، وبالتالي عدم السيطرة على الحقول النفطية يعني أنك قد سلمت هذه الحقول للإنقلابيين، ومع الاقتصاد المسلم، وبالتالي وفرنا لهم وسائل تمويل موارد، وفرنا لهم السيطرة على النفط لتهريبه في البحر، وفرنا لهم أيضا التحكم كما هو في تنظيم داعش الذي سيطر على الحقول النفطية، وبالتالي أنت حميت، أنت قمت بوجود قاعدة عسكرية في فضاء مجتمعي يعني يحمل هذا المشروع. أيضا مدينة تعز على سبيل المثال لم تكن تحمل يعني أبنائها ليس عسكريين، ولم يكن السلاح جزء من ثقافتهم اليومية، ولم يخوضوا يعني هناك مجتمع مهيئ أكثر لتنظيمه وترتيبه، لأن في المجتمعات المتحولة هناك عنصرين رئيسيين، يا في ما يسمى الضبط الاجتماعي، يعني في منطقة القبائل تستطيع الضبط الاجتماعي عن طريق البنية القبلية والرموز القبلية، تستطيع أن تضبط هذه الجماعة وتسيرها في المجتمعات المتحولة. في المجتمعات اللي هي مدينة أو شبه مدينة الأحزاب السياسية ضعيفة كم في تعز في منطقة عدن، بالجانب تصبح أنه أنت عندما تكون الأحزاب ضعيفة لا تستطيع أن تتحكم في جماهيرها، وليس هناك يعني بنية مجتمعية قبلية قادرة على التحكم، بالتالي يصبح هنا من الصعوبة بمكان التحكم بالجماهير. طيب دعنا نستكمل هذه الفكرة، لكن قبل ذلك ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، حياك الله ودكتورنا العزيز أيضا. أهلا بكم سيادة العميد. يعني هل لهذه الزيارة ما بعدها على الصعيد العسكري، خصوصا أن مأرب يعني لها رمزية في العمق العسكري لليمن في هذا التوقيت؟ شكرا لك أخي الكريم وأيضا لمشاهدي قناة بلقيس. فعلا الزيارة كانت موفقة وإلى المكان الصحيح نستطيع نقول في هذه المرحلة. مأرب تمثل العمق الجيش الوطني،
وايضا هي تمثل ايضا البوابه الرئيسيه للعاصمه صنعاء، ايضا القرب طرق التقرب الى العاصمه من عده اتجاهات هي من هذه المدينه. زياره الاخ الرئيس الحقيقه يعني كانت موفقه، وحتى الحديث الذي دار من قبيل هي ربما يعني صادف هوا لدى كل ابناء القوات المسلحه والجيش الوطني والمقاومه الشعبيه. دعني اقول لك ان الزياره في مأرب وربما المعنويات والحماس في محيط اللواء 35 في تعز وفي مدينه الزاهر في البيضاء هذا فعلا ادى الى ارتفاع جدا للروح المعنويه لدى جميع العسكريين والمقاومين، لان ربما بدا الياس يدب الى كثير من الأشخاص بسبب أولا تعنت الحوثيين بهذا الشكل الفج الذي لاحظناه سواء في المشاورات أو في غيرها، ثانيا أيضا عدم احترامهم لأي تهدئة وقيامهم بما يقارب من 12 ألف اختراق للهدنة خلال شهرين تقريبا. نعم، طيب هل نفهم منكم أنكم الآن بتم أكثر إيمانا بأن الشرعية باتت تملك زمام بدء معركة لاستعادة الدولة، لاستعادة ما تبقى من الدولة، وباتت على ثقة من ذلك وكذلك دعم محلي وإقليمي؟ أنا في تقديري وصول فخامة الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه أيضا إلى مأرب وبوجود رئيس الأركان وقائد المنطقة والمحافظ والقادة العسكريين كلهم، هو ما لا يحتاج إلى كثير من الإيضاح بأننا أمام إما أن يجنح الإنقلابيون للسلام أو أن الحل العسكري بات هو تقريبا المتاح الوحيد الآن في هذه الفترة. فأعتقد أنه فعلا أصبح الآن الرئيس كونه يأتي إلى محافظة محررة يعني فيها نواتل الجيش الوطني، أعتقد أنه مؤشر إيجابي إن شاء الله لنا كقوات مسلحة ومقاومة شعبية لقرارات قادمة بإذن الله. طيب يعني هو من الصعب أن إذا كانت ما هناك خطط عسكرية ما أن يتم الإفصاح عنها، لكن يتساءل الكثيرين حول مدى الجاهزية القتالية لدى هذه القوات العسكرية التي تحشد في مأرب منذ أن باتت مأرب هي مركزا لهذه العمليات العسكرية، وكذلك عما إذا كان هناك نقطة معينة سيتم عندها فعليا بدء هذه المعارك. اولا دعني اطمنك اخي الكريم ومن خلالك كل المشاهدين ان جهوزية المسلحة اصبحت الان استطيع اقول وبكل ثقة انها اصبحت عالية الى حد كبير. نحن الان امام فعلا يعني افراد متدربون متخصصون، وهناك ايضا كتائب جديدة استكملت تدريباتها وهي جاهزة وباتت على يعني جهوزية تامة لتنفيذ اي مهام او اي قرار ياتي من القيادة السياسية والعسكرية. الامور في هذا الجانب لا كثير حولها، لكننا كما يعني تعرف ويعرف الآخرين أنها تحتاج إلى فقط قرار سياسي، وبعدها ربما طبعا القرار السياسي له كثير من الأبعاد الدولية والداخلية والخارجية وربما الإقليمية أيضا، لكن في المحصل أن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ المهمة، أعتقد أنها جاهزة. طيب ماذا عن عملية التنسيق مع قيادة التحالف العربي؟ ونحن شاهدنا عدد من المسلحين بداخل أو يعني من القوات الموجودة التابعة للتحالف العربي في زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي. هو ردا على كل التخرصات التحالف لا زال يعني نعمل معه بقلب واحد وبصوت واحد. رأيتم أيضا أن القيادة التحالف الموجودة في مأرب كانت على رأس المستقبلين، أفراد الحمايات الخاصة إضافة إلى الحماية الخاصة بالأخ الرئيس والنائب كانت متواجدة، الجميع كان متواجد. هذا الجانب أعتقد أنه حتى الآن رغم الضغوطات الكبيرة التي ربما تتعرض لها بعض دول التحالف، لكن حسم المعركة سيظل ضروريا إذا لم يجنح الانقلابيون للسلم والسلام. وبالمحصل إلى الآن لا مشكلة في هذا الجانب تماما، لا مشكلة، ليس هناك أي تردد من قبل قوات التحالف. إذن العميد سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الباقي، هل من نقاط لفتت انتباهك بحديث السيادة العميد؟ أعتقد أن يعني هو تحدث عن هناك ما زال هناك استعداد للجيش، أعتقد هذا مهم للغاية، ونحن نعلم أن القوات المسلحة والمقاومة منتظرة قرار
فقط للانطلاق، هناك أيضا عنصر آخر يأتينا من الداخل عبر المعلومات، وآتى بتصريح وزير الخارجية تحدث عن هناك قبائل كثيرة وشخصيات قيادية يعني طالبت بسرعة استيعاب صنعاء، هذا عنصر مهم للغاية. بالتالي أنا فقط سأذهب إلى عنصر آخر. نحن كلنا ندرك أن الإنقلابيين لن يسلموا السلاح ولن ينسحبوا من صنعاء ولا يحملوا مشروع سلام، وبالتالي على السلطة السياسية ألا تفقد كثير من ما يسمى الحامل المجتمعي لمشروعها، لأن الحامل المجتمعي لمشروعها في لحظات التحول، لحظات انهيار الدولة، يصاب المجتمع بالقلق والخوف من المستقبل، بحاجة إلى قيادات تلتف حولها. والثقة أمر أساسي هنا ربما. وهنا عملية الثقة والظهور الدائم لشخصيات عسكرية وقيادية في مواقع المقاومة لا يحافظ على ما يسمى منسوب مرتفع للمقاومة الجيش لتأدية المهام، بل أيضا يحافظ على تماسك القطاع المجتمعي الحامل المجتمعي للمشروع السلطة. وبالتالي على رئيس الجمهورية أن وهناك نحن نعلم ونقولها للجمهور اليمني، هناك ضغوط دولية للذهاب للسلام، لأن المشروع الذي خطط لليمن يقوم على عنصر يعني ليس فقط إيجاد الحوثيين كطرف من أطراف النزاع، إنما الهدف على المستوى البعيد إيجاد دولة تتبع إيران أو حتى دويلة في الدويلة. وكما أنه يوجد أيضا سيظل الحق اليمني لديه انقسام في الأجندة الوطنية ولديه احتقام بالذاكرة الوطنية، وهذا يجعل الحق اليمني غير مستقر، غير قابل للالتحام، يعني الالتحام يصبح قليل فرصه مقابل النزوع نحو التشظي الدائم، مما يجعل الاستقرار مربوط فقط بالحماية الخارجية وبالدول الراعية لهذا. طيب هذا يدفعني إلى التساؤل حول ما مدى أهمية ما تطرق له الرئيس في يعني حديثه عن موضوع أن مأرب وحضرموت والحديدة هي محافظات هضم حقها فيما سبق، والآن جاء الدور لأن تأخذ هذا الحق، ويعني التلميحات سواء بحديث المحافظ سلطان العرادة أو في حديث الرئيس عبد الرب منصور هادي حول يعني اليمن الاتحادي وما تعلق بهذه. أعتقد هي إحنا كلنا نعلم أن محافظة الحديدة يعني ظلمت كثيرا، وهي يعني مدينة هامة على المستوى البحر، وبالتالي إعادة الاعتبار لهذه المدينة، هذه المدينة تستطيع أن تكون بوابة اليمن وميناء هام رئيسي، وبالتالي عندما أنت تبدأ بتهيئتها وبالتالي إعطاء الرسائل للجماهير التي نحن نعلم أن الحوثيين والإنقلابيين يسيطرون على هذه المدينة المسالمة بقوة، وبالتالي نحن بحاجة إلى مقاومة في هذا الداخل. لكن هذه المقاومة هناك كثير تحدث عن ما يسمى أنت الآن تعمل حراك لدى الجماهير في هذه المدن للتحرك مع الشرعية، مهم. وهل يأتي لمواجهة ما تفضلت به عن أنا الذي من حديث لمحاولة وضع تشظي بداخل المجتمع من قبل الانقلابيين يعني غرز مناطقية، نوع من المناطقية بغرز نوع من لا ليس من المناطقية، وإنما التوسع في قطاعات جغرافية وتهيئتها للاصطفاف، وبالتالي يعني بربطه بآمال المستقبل وبعبث الاعتبار لها. لكن هذا لا يكفي، الذي يحتاجه أبناء الحديدة الآن أيضا توفير الحماية لهم، أي أنك إذا دفعتهم نحو الاصطفاف والتموضع مع الجمهورية عليك ألا تتركهم كأبناء تعز، لأنهم يتحدثون الآن في الحديدة هم هناك رفض المشروع الانقلابي، ولكن يقولوا هل نحن ننطلق في المقاومة ثم تتركوننا كأبناء تعز دون دعم. بالتالي على رئيس الجمهورية وعلى نائب رئيس الجمهورية وعلى الحكومة أن تجيب على هذا السؤال، لأن منطقة تعز أصبحت نموذج، بالتالي هل ستتركون هذه المدينة التي هي جاهزة وأبنائها تستطيع أن تستقطبهم لأنهم يعانوا من الظلم والحيف ولديهم، ونحن نعلم أنهم مش مسالمون لا يحملون السلاح، وبالتالي هناك حتى السيطرة على هذه المدينة بقوة الرموز الاجتماعية والفساد، رموز الفساد في البلد عن طريق العلاقات الشبكية مع المخلوع صالح والإنقلابيين، وبالتالي تستطيع أن تحدث حراكا وتستطيع أن تحدث جماعات مقاومة، لكن عليك أن تعطيهم إحساس بالأمان بأنك لن تتركهم كما تركت أبناء تعز. ولهذا أقول صحيح أن ارتفعت معنويات أبناء تعز الآن بزيارة الرئيس، لكن
إذا ما تمت هذه الزيارة إلى مدينة تعز أعتقد أنها ستحدث تحولا شديدا على مستوى تعبئة المجتمع وتعبئة المقاومة والجيش، وبالتالي بشكل مشابه لما يحدث الآن في مارب. وبالتالي المجتمع اليمني عندما يتحدث عن ضيم، نحن نتحدث، أنا تناولت في كتاب عن تركز السلطة، نحن كنا أمام احتكار سلطة واضح، وكنا يعني المخلوع صالح خلال 3 عقود قام بتركيز السلطة، كان يعين نائب الرئيس ويعزله، رئيس الحكومة يختار الوزراء بالتشاور معه، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس القضاء الأعلى يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى، يحيل كبار المسؤولين للمحاكمات، الأمن القومي يتبعه، الأمن السياسي يتبعه، الجهاز المركزي للرقابة والتقييد يتبعه، يعني كل هذه البرلمان امتداد مجايل السلطة التنفيذية التي هي برأس المؤتمر الشعبي العام، البرلمان الثلثين لصالح هذا الرجل، القوات المسلحة لا تتبع وزير الدفاع، ووزير والأمن المركزي لا يتبع وزارة الداخلية، بل هو ميليشيات متقدمة للحرس الجمهوري. أمام هذا الخلل ركز السلطة، مدينة تعز جعلها 3 عقود كل ضرب فيها الاستثمار، وجعل هذه الجماهير تبحث عن الماء. طيب، وبالتالي كل هذه المدن تعاني من الحيف، كل هذه المدن اليمنية تعاني من الحيف. إعادة الاعتبار إلى كل المدن، مدينة عدن مدينة يعني تعتبر كوزموبوليتية، مدينة تقبل الآخر، مدينة التنوع، نعم، مدينة التحضر، مدينة عرفت أول نادي وأول طيران وأول، نعم، نقابات محامين وأول كل هذه المدينة. إذا نحن بحاجة إلى عامة الاعتبار لها لتصبح ليس فقط مدينة هامة في اليمن، بل مدينة هامة في الخليج وفي العالم. طيب، هل نجحت الشرعية في هذه الفترة من إعادة الاعتبار لمدينة كمأرب؟ أعتقد أن الآن مدينة مأرب حتى الآن طبعا هي الآن مأرب تتشكل، أصبح لديها ما يسمى بالحضور الرمزي، يعني مدينة مأرب الآن مدينة تاريخية في الذاكرة على مستوى التاريخ، كمدينة يعني تحمل تتماثل مع اليمن، وبالتالي كانت فترة من فترات المخلوع صالح قد جعلها مرتبطة بالتقطع والنهب، وجعل هذه المدينة عندما تقول مأرب تقول أولئك الأشخاص الذين ينهبون ويقطعون الطرق السياح والآخرة، بينما هذه المدينة مدينة تحمل قيم اجتماعية عالية وقيم كرم وقيم فراسة وقيم إنسانية، وبالتالي هذه الآن وقوفها مع الجمهورية ومع السلطة وهذا الصمود الوطني أعاد لها ما يسمى برسمال وطني سيعيدها إلى الحقل السياسي بقيمة أكبر، وسيحدث تصالح سريع. كل ما أحدثه المخلوع من قطيعة وإيجاد فجوة بينها وبين المجتمع اليمني وشوه صورتها، هذا الوقوف وهذه المدينة الآن تستوعب كل المقاومة وستكون وكل اليمنيين ربما وستكون منطلق لاستعادة صنعاء، سوف تأخذ مكانة هامة وربما مكانة كعاصمة تاريخية يمكن لنا أن نستثمرها كمجال تاريخي وسياحي، وبالتالي الآن هي ليس لديها تاريخ وطني وتاريخ قديم، ولكن ستنضاف لها ما يسمى بالقيمة الرمزية لتصبح لها قيمة وطنية تتجاوز وتقطع مع الصورة المشوهة التي سوقها المخلوع صالح لها والجوف بأنها مدن النهب والسلب والتقطع. هذه مدن تاريخية أهملها المخلوع عمدا وتركها فراغات للقاعدة المصطنعة حتى يستطيع أن يصبح مركزه محمي، صنعاء محمية، أنه مسيطر على كل المؤسسات، وترك هذه المجالات هشة حتى يخيف، يعني يوظف فوبيا الخوف من الإرهاب في هذه المجالات التي هو يتحكم بها عن طريق الرموز. ولكن مدينة مأرب أصبحت الآن لها قيمة وطنية ستزداد حضورها وستندمج في محيطها، وأعتقد أنها ستحمل مشاريع واعدة كبيرة في المستقبل. إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت ضيفنا في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وتحيات الطاقم الفني والتحريري. إلى حين نلتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.